مشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده من عيون الحياه. كل سنه وانتم طيبين. الحياه مواقف وحكايات، وناس كتير لها تجارب وبدايات ونهايات. والنهارده هيكون معانا الاستاذه دعاء، هتكلمنا عن السلبيات والايجابيات، وان شاء الله تكون حلقه جميله باذن الله. كل سنه وانت طيب يا محمود. وانت طيبه يا نجلاء، وكل سنه والساده المشاهدين طيبين. بمناسبه المغرب الندوي الشريف، اهلا بك يا دكتور. اهلا، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. تمام، كل سنه وانت طيبه. ازيك يا دكتوره؟ كل سنه وحضرتك طيبه، منورانا النهارده. ميرسي، ربنا يخليك. احب اقول لكل الناس كل سنه وهم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف، ووالدي ووالدتي كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يعيدوا عليكم ايام كتير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. في البدايه دكتوره، كنا محتاجين نعرف من حضرتك اسباب المشاكل الزوجيه، كترت اليومين دول قوي وبقت في مشاكل ضخمه. ممكن حضرتك تفسري لنا هذا الموضوع؟ سبب المشاكل في العلاقات الزوجيه ان كل طرف بيبقى عايز يحصل على جميع المكاسب. يعني معظم الازواج كل طرف فيهم بيحاول ان هو يحصل على مش اكبر قدر، لا هو عاوز كل المكاسب وعاوز كل الحقوق وعاوز كل الامتيازات. فده طبعا شيء بيوتر العلاقه وبيخلي مفيش ثقه بين كل طرف والتاني. لا، لازم احنا نكون عارفين ان زي ما في قدر من المكاسب اكيد كمان لازم نتحمل قدر من الخسائر. أكيد. الحياه كلها بالشكل ده. ففي كمان ثلاث انماط للشخصيات. زي ما استاذ دكتور فتحي الشرقاوي استاذ علم النفس بجامعه عين شمس قال لنا ان في ثلاث انماط في مواجهه هذه المشاكل. بتكون نمط ايجابي انفعالي، بيكون ايجابي عقلاني، سوري، بيكون شايف ان انا اكسب واللي قدامي يكسب. تمام. ده بيتحمل جزء من الخساره وبيسمح للي قدامه ان هو ياخد جزء من المكاسب. وصنف تاني نمط من انماط الشخصيات خلال العلاقات بالنمط السلبي الانفعالي، اللي هو انا اكسب والاخر يخسر. وده طبعا بيمشي بمبدا انا ومن بعدي الطوفان. يعني قصد حضرتك يا دكتوره لازم أن يكون في يعني يبقى في شروط لاختيار شريك الحياه؟ اكيد طبعا. بس احنا بس اكمل اخر نمط من انماط الشخصيه اللي هو النمط السلبي الانفعالي رقم 2، اللي هو انا اخسر واللي قدامي يخسر، اللي هو الشخص المستبيع اللي ما فيش عنده اي مشكلة. كلام حضرتك وده اللي ساير اليومين دول، يعني كده ما فيش تفاهم بقى دلوقتي. انا ده بايع وده بايع وخلاص. معظم المشاكل في العلاقات بصفه عامه، المشكلات الزوجيه وخصوصا العلاقات الزوجيه، ان كل شخص بيبقى عايز يحصل على جميع المكاسب. مفيش حد في أي مشكلة بتواجهه في أي نطاق لازم ياخد كل المكاسب. يعني كده لازم نتحمل جزء من الخسائر ونتقبلها. يعني كده بقى بيبقى فيه لازم أن يبقى فيه شروط لاختيار شريك الحياة. أكيد طبعا لازم يكون فيه. إيه بقى الشروط ديت لاختيار شريك الحياة عندنا عشان تبقى حياة سعيدة؟ عايزين نبتدي من أول الخيط بقى. إيه أول الخيط؟ إن إحنا يكون عندنا القدرة على الاختيار السليم، لان المبدا السليم، البدايات السليمه تجب عواقب سليمه. فبنختار على اساس ايه؟ مبدئيا لازم يكون في فتره خطوبه، وفتره خطوبه كافيه. بس يعني فتره الخطوبه دي كل واحد بيحاول يداري عيوبه عن التاني. عشان كده انا بقول فتره خطوبه كافيه. ما ينفعش تكون فتره قليله انا بظهر فيها كل حاجه جميله واللي قدامي بيظهر فيها كل حاجه جميله، وبعدين نتجوز بسرعه بقمه الوهج والشغف والانبهار، وبعد كده نلاقي نفسنا كل اللي احنا كنا شايفينه ده. طب ونتلاشى ازاي دكتور؟ يعني من الاحتكاكات والاختبارات المتعمده الاختبارات طبعا. المتعمده، احط الشريك سواء ذكر او انثى في اختبارات متعمده بطريقه محدده واشوف النتائج، واكون عارف انا بعمل ايه وعارف انا اقدر اتحمل ايه وما اقدرش اتحمل ايه. في ناس تقدر تتحمل ان هي تتعامل مع الست المتقلبه المزاج، في رجاله ما بتستحملش ده اكيد. لا ده الاكيد. طب الفيصل هنا ايه يا استاذ محمود؟ الفيصل هنا
ما استطيع تحمله، مش ايه العيب اللي في الشخص، مش هتكلم عن العيب اللي في الشخص، لا. يعني التحمل غير العيب اللي في الشخص نفسه. ما استطيع ان اتعامل معاه، هتقدر اتعامل انا كانثى بحب عيشه في بطريقه معينه، منفتحه بطريقه معينه، شخص مثلا متدين زياده عن اللزوم، او شخص مثلا بخيل زياده عن اللزوم، او شخص مثلا لو انا شخصيه حساسه او شخصيه انفعاليه مثلا، بحب الاهتمام. انا اسف بس هقطع حضرتك بس فضل. التدين عشان حضرتك ذكرتيه عشان الساده المشاهدين ما يفتكروش التدين لا التدين كويس التشدد. التشدد. ما اصل حضرتك ان حضرتك يعني اكيد طبعا التشدد يعني بنتكلم على التشدد مش طبعًا. التدين التدين طبعا ده حاجه ممتازه طبعا طبعا التدين مش قصدي تدين كتدين، التدين كل هو لو اتعملوا بالتدين الاحياء الاسريه تبقى ماشي على نمط جميل جدا، يعني لازم يكون بقى في التوافق اللي احنا بنتكلم فيه ده. ما ينفعش تيجي انت شخص ملتزم ومتدين وتروح ترتبط بواحده مثلا بتلبس مكرجيب، واحده مثلا مش في نظرك هتكون متبرجه، هم بيقولوا ما تقولش بعد الجواز انا هغيرها، لا ما ينفعش ما تقولش اصل انا ههزيها، افرض هي لا غير قابله للتعديل. صح يعني ايه اللي خلاك تتوسم ان انت هتتعامل مع شخص قابل للتعديل؟ اكيد. فبلاش تكون توقعاتنا في الشريك في فتره الخطوبه تفوق امكاناته. بالظبط كده. دي نقطه. تاني نقطه عايزين نقول ان الحب مش كفايه، يعني الحب مش كفايه، انا بحبك وانت بتحبني وفي بينا مشاعر قويه جدا، الحب بعد الجواز بيختلف تماما عن الحب قبل الجواز. هو بس مقاطعه بسيطه، بس كنت عايز اقول للساده المشاهدين ان احنا بنتكلم عن المشكلات الزوجيه، بنتكلم عن المشكلات الزوجيه عشان بس يعني الساده المشاهدين معانا يبقوا يعني متوافقين معانا عشان يبقوا فاهمين احنا بنقول. واي حد عنده سؤال ممكن يتصل بينا واحنا دكتور هتجاوبه ان شاء الله. احنا بنتكلم عن المشكلات الزوجيه، بس احنا بنبتدي من اول الخيط، اختار ازاي الشريك الصح عشان ما بقاش انا غير راضي عن الشخص اللي انا مرتبط بيه، وهو دلوقتي انا وهو خلاص واقعين في الأزمة دي. خلاص احنا دلوقتي دخلنا جوه العلاقة الرابط القوي ده، فقبل ما ندخل في الرابط القوي ده احنا عندنا حاجات نقدر ان احنا نجهزها نشوفها. او نقدر ان احنا نكون مستعدين لها، نكون اختبرناها اختبار جيد. فزي ما هرجع اقول تاني، الحب قبل الجواز يختلف عن الحب بعد الجواز، فمش مقياس. بس لما تكون العلاقه فيها حب قبل الجواز، يعني هي يعني بتستثنى حاجات عيوب فيه، وهو بيستثنى برضه عيوب فيه عشان يوصلوا للي هم عايزينه اللي هم يتجوزوا. بس انا اسف انا مش معاكي برضه نجلاء في الحته دي، معلش. يعني انا ممكن بعد مشاكل، وممكن تكون مشاكل قويه بعد كده ممكن تاثر معايا في الحياه الزوجيه، هل ده ممكن برضه هيساعدنا لكده؟ اكيد لا. لا بيساعد. بيساعد لو في مشاعر، وفي المشاعر الصحية مش المشاعر الانفعالية. في فرق بين المشاعر الصحية والمشاعر الانفعالية. الانفعالية اللي هو الباشن، انا عايز الشخص ده وهتجوزه وفاكر ان العلاقة زي ما بنشوف في المسلسلات التركي وزي ما بنشوف في الافلام العربي القديمة الرومانسية المفرطة وبتاع، ده مش حقيقي، ده مش واقع. طبعاً. لازم ننزل على ارض الواقع ونبقى متفاهمين ان الجواز مسؤولية، الجواز التزام، الجواز فيه تنازلات مقبولة. زي ما قلت لحضرتك دلوقتي انا ما ينفعش طبعا قطعك يا دكتوره في اتصال تليفوني معانا. اوكي. الو. مساء الخير. انا بصراحه برنامج جميل وبيجيب بيناقش قضايا كويسه جدا. انا حابب اشارك مع حضراتكم الموضوع اللي هي المشاكل اللي بتحصل ما بين الزوج والزوجه وتفكك الاسر اللي بيحصل وكثره الطلاقات اللي يعني في المحاكم وتشتت الاولاد وحاجات زي كده. انا بشوف ان موضوع السبب في كل ده هو عدم الاستقرار النفسي والمعنوي ما بين الزوج والزوجه. يعني المفروض كل واحد فينا يعني الزوج والزوجه يراعوا بعض، يخافوا على بعض زي ما كانوا ايام الخطوبه كده، يعني زي ما بيقولوا كده ملبلبين مع بعض، يبقوا برضه في الحياه يحاولوا يعدوا الصعاب كده. تمام. انا كنت عايز يعني اقول ان الموضوع بيمشي بالحب والموده، والراجل الشرقي اصلا يعني من طبعه بيحب بيحبش الاوامر يعني. ما بيحبش. نعم. الاوامر ما بيحبش الاوامر. يعني شايف الدكتوره بصراحه بتتكلم بمنطقيه جدا و ميرسي. شكرا. شيء جميل يعني. شكرا، ربنا يخليك. بشكركم جدا. متشكرين لاتصال حضرتك.
فالنقطة اللي أنا حابة برضو أقولها إن إحنا لازم نتخير نسلنا. فأنت بنكلم برضو الذكر وبنكلم الأنثى، أنت أو أنتي لازم تتخيروا النسل، تتخيروا من ستكون أم لأولادكو، من سيكون أب لأولادك، لأن ده المستمر زي المشاكل الكتير اللي بتحصل. انا مش عايزه احدد مشكله بعينها، يعني في السوشيال ميديا حاليا انفجارات من المشاكل الاسريه، فمش حابه احدد حاجه بعينها. السوشيال ميديا يعني التراشق بين الزوجين على السوشيال ميديا دي، يعني انا اسف يعني في اللفظ، مصيبه طبعا يعني اختلافات على السوشيال ميديا، والخلافات اللي على السوشيال ميديا دي، الخلافات اللي على السوشيال ميديا دي مين بيدفع ثمنها؟ هم الاولاد. لا الاولاد، الاولاد اسف للسمعه. يعني السمعة هم اختاروا لنفسهم، هم ضحوا بسمعتهم بالشكل ده، مسؤولين عن اختيارهم. الأطفال غير مسؤولين، هم مجبرين، هم اتحطوا في الوضع ده. فإذا كل شخص مسؤول عن اختياره، الأب والأم مسؤولين عن اختيارهم. عشان كده أنا في النقطة دي الأطفال هي اللي بتظلم. تخير نسلك، وتخير نسبك، نسب أولادك ونسب العيلة بتاعتك، لأن مين اللي هيكمل؟ الأولاد ديت طبعا، الأولاد دول هم اللي هيدفعوا الثمن. أنا لا يخفي على، لا أخفي على أحد سرا، أن أنا متحيزة جدا طول الوقت. والأطفال كمان بتجيلهم يا دكتورة التضرر اللي بيحصل للأطفال طول الوقت، وبتجيلهم حالة نفسية، حالات بيخافوا من الخناق، بيخافوا من الصوت العالي، حالات نفسية. لسه بنتكلم على مشكلة رضيع طوخ. الام سابته، افتكرت الاب هيجي. مين السبب؟ الاب والام الاثنين مشتركين. انا لسه كنت بتكلم على صفحتي امبارح مع احد متابعي، بقول لهم الاثنين مسؤولين، ما حدش يقول لي الام مسؤوله، وما حدش يقول لي الاب مسؤول. وانا عندي مبدا في حياتي، لو احنا مش قد المسؤوليه، لو احنا مش قد الاهتمام والوضع الحساس جدا اللي احنا بنكون فيه، ما نخلفش. يعني انت شايفه ان العند هو اللي بيولد المشاكل، النديه وعدم التكافؤ وعدم قبول الطرف اللي قدامك بعيوبه، لان انت ما فيش حد ما فيهوش عيوب. انا فيا عيوب وانت فيك عيوب، فانا لازم اقبلك بعيوبك وانت تقبليني بعيوبي. لو انت ما قبلتنيش بعيوبي يبقى هيبقى مفيش يعني، وهفضل انتقد فيك، ينتقد فيك، ينتقد فيك، ينتقد فيكي. ما الانتقاد ده بيولد الكره. طب انا بعمل كل ده وانا منتقد، طب انا اعمل ليه؟ النقد ده بيعمل كره، اكيد بيعمل كره، وبيخليكي انت ما عندكيش قدره على العطاء. ما عندكيش قدره على اشباع رغبات الطرف اللي قدامك، لان انت خلاص في بلوك نفسي بيحصل قدامك، بيحصل. بتحسي ان انت، انا مهما عملت او ما عملتش، انا ما عنديش، انا زي ما انا عنده في الصوره. انا منتقد، انا شخص منتقد. فانا طالما منتقد، طب انا تابع نفسي ليه؟ سواء للست او للراجل. في راجل يبقى طول النهار بره تعبان وشقيان وتليفونات، انت بتعمل كذا، وانت ولادك كذا، وانت مش عارف ايه. طيب يا جماعه، طب ما هو بيقوم بدوره، وهي المفروض تقوم بدورها. ده ما بيحصلش. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان كل واحد بيبقى متخيل ان هو هو الصح، ان هو الصح، وان هو اللي بيدي، وان هو اللي تعبان، وهو اللي بيجيبه، وهو اللي ضحيه، وهو المفروض كل حاجه تحصل تجاهه كويسه، وهو لا ينال الدعم. فاذا ما بيكملش، فبتحصل من هنا برضو المشاكل. ده سبب تاني من اسباب المشاكل، لان اسباب كتير جدا. يعني دلوقتي يا دكتوره، يعني اختيار شريك الحياه لازم يكون ليه مواصفات معينه، ولازم تكون في فتره خطوبه طويله، احتكاكات. اخرج مع خطيبي، اخرج مع خطيبتي، اشوف تعاملاتها، اشوف، ادخل بيتهم، اتعامل مع الاهل، اتعامل مع العيله، اشوف الحياه ماشيه ازاي، مش الصوره اللطيفه اللي المفروض انا اللي توصلني. ايوه صح، لان في الاخر انا بدفع ثمن. اوكي، اختياري انا هدفع ثمن. طب والاولاد دول ذنبهم ايه؟ بس انا مش عايزه اطفالي يدفعوا ثمن. فاصل وهنرجع لكم تاني، ابقوا معانا.
من جديد دكتورة، هل عمل الزوجة بيأثر على الحياة الزوجية؟ يؤثر، بس لو الزوجة غير مسؤولة. يؤثر لو هي ست غير مسؤولة، وبيعمل طبع يعني بيعكس الأمور الزوجية، أو لو الرجل لا يقدر عمل المرأة فبيلقي على عاتقها الالتزامات اللي بتثقل مجهودها وبتخليها ما تقدرش توفي بكل التزاماتها. هو خلينا نكون متفقين ان احنا في الوقت او في العصر ده كان زمان بيقول الراجل ما يحبش الست بتشتغل، وكان حوالي 60-70%. دلوقتي للاسف 30% هم اللي بقوا مسيطرين ان هم يقعدوا زوجاتهم في البيت، وبعد كده الباقيين يشتغلوا. هل ده بقى بيأثر جامد؟ في ناس مضطره يا استاذ محمود. طب بعد اذنك يا دكتوره، في تليفون معانا نجاوب بعد الاتصال. الو، الو. السلام عليكم. عليكم السلام، حضرتك احمد من الغربيه يا فندم. اهلا وسهلا استاذ احمد، نورتنا. ده نورك يا فندم. الاستاذه كنت سامعها يا فندم بتقول الزوج بيجي عايز كل حاجه رايقه وكل حاجه مرتاحه وكل حاجه تمام. تمام يا فندم، انا احكي لك على قصه حقيقيه والله مش خيال، ده حقيقيه. اتفضل. ماشي. الزوجة يا فندم بتبقى قاعدة في قلب البيت وشاكية جوزها وبتاخد نفقة. الزوجة يا فندم ماشي، ابنها بيقول لها أنا عايزك يا ماما تقولي لي أنت بتعاملينا ليه كده. ماشي. الزوجة يا فندم عايزة تقعد عند أهلها طول النهار. الزوجة يا فندم بيتها بقالها يومين بس، ادوني المساحة بالله عليك بالكامل. طب بس حضرتك بس بإجاز بعد إذنك يعني. ماشي. الزوجة يا فندم قاعدة بقالها يومين اتنين بره البيت عشان اخوها جاي من السفر. الزوجة يا فندم جابت اهلها عشان يضربوه. الزوجة يا فندم عشان بدل ما تديله حقوق الزوجية اللي ربنا قال عليها ماشي بتديها له بالعافية، وما راح يشتكي لاهلها ضربوه. الزوجة يا فندم قولوا لي فين في انهي شرع وفي انهي دين. بص حضرتك انا عايز اقول لحضرتك حاجة استاذ احمد معايا، صح؟ اتفضل. دي حالات فرديه يا استاذ احمد، مش كل الستات. اكيد دي مش الست المصريه او الست عامه يعني، سواء مصريه ولا عربيه ولا اجنبيه. مش كل الستات كده والله يا فندم، ومش كل الستات بتتعامل بنفس النمط يا استاذ احمد. احنا بنتكلم على حاله فرديه. التعامل مع دي يا استاذه ازاي لو سمحتي؟ هي الاستاذ الدكتوره هترد على حضرتك. حاضر. ماشي حضرتك. اتفضل اتفضل حضرتك قول. انا عايز اعرف مشكله الزوجه اللي بتبقى قاعده في البيت، قانون يا جدعان القانون بتاع محكمه الاسره ده ازاي تبقى قاعده في البيت وشاكيه جوزها وبتاخد منه نفقه. طب يا استاذ احمد يعني حضرتك انت ما فيش اي حاجه تخليها اللي هي تتصرف التصرفات دي؟ انت يعني انت تصرفاتك كلها، انت شايف ان تصرفاتك كلها صح؟ بص مش كلها صح، ما فيهاش عيوب خالص. قلت لك انا ملاك وجاي من السماء. ما انا بقول يعني حضرتك. لا مش الدرجه دي. ما انت تقول اللي كده وتقول اللي كده، ايه الاسباب اللي تخليها اللي هي تبقى بالمنظر ده مع حضرتك؟ بس بص يا فندم، بص يا فندم، انا ما اروح اشتكي مره واثنين وثلاثه وعشرة لاهلها ماشي؟ دي لازمتها ايه؟ بص يا فندم، ده قالت لي اني اجي اروح شغلي، اجي من شغلي اكل اروح عند امي اجي انام بس، اما مراتي تقول عليا ان انا مت، يبقى معناها ايه يا فندم؟ طب انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا حضرتك انتظر رد الدكتوره واحنا متشكرين لذوق حضرتك. شكرا. احنا اتفضل يا دكتور. ما نقدرش نحكم على الامور، ما نقدرش نحكم بالشكل ده صح. في حاجه اسمها دراسه للحاله ودراسه للوضع، وبنسمع من الزوج وبنسمع من الزوجه وبنسمع من المحيطين، في دراسه اجتماعيه موسعه بتحصل في المواضيع دي. لكن واحد يبعت لي بيستشرني على شيء زي ده، انا اكون مجحفه جدا لو رديت عليه. انا ما اعرفش، افرض بيضربها، افرض بيضربها، افرض بيهنها، افرض يوجه لها عنف بدني او لفظي او شعوري. اصل مش كل يعني مش كل الكلام اللي هو قاله والنمط اللي هو قاله يعني هي من غير سبب هتعمل ده كله. دي حاله فرديه. انا شايف ان دي حاله فرديه يا دكتوره. العنف، العنف مش بس ان انا اضربك. لا طبعا. العنف فيه عنف لفظي، فيه عنف جسدي، فيه عنف نفسي. نفسي انا اقدر اذيك وادمرك
واوجهك لحاجات كتير. وبعدين انا ولا بدافع على انثى ولا بدافع عن احنا ما بندافعش على حد، انا بتكلم احنا بنتكلم إيه بصفه عامه، مشكله عايزين نحلها في مشاكل زوجيه، ايه اسبابها؟ بنقول السبب من ناحيه الزوج وبنقول السبب من ناحيه الزوجه وبصفه عامه. لكن الحالات الخاصه دي بتبقى محتاجه استشارات طبعا أكيد متخصصه عند المتخصصين. ما بتتردش في الكلام. اتفضل. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. أيوة اهلا وسهلا معمر، اتفضلي. ايوه طلع حضرتك، انا معايا اختي متجوزه ومعاها مصر وانا معايا يا فندم. عليك علي صوتك شويه. ايوه اختي متجوزه معاها مصر وانا تمام معايا. معلش عفوا، ممكن تسمعي لها بس من التليفون وتوطي التلفزيون؟ والله انا سامعاكم. طب حضرتك بتقولي اخت حضرتك مالها؟ متجوزه هي وجوزها على طول مشاكل. اه هي وجوزها مشاكل تمام. اه مفيش تفاهم خالص مع بعض. تمام. ما فيش حتى حب ولا احترام ولا تقدير، يعني حتى هو لو جه يتكلم معانا ينزل يتخانق معانا، هي كذلك الامر. هما الاثنين حتى ما بتحبش تقعد معاه فوق، ينام بعد كده تطلع الشقه. الله غلط ولا لا؟ لما ينام بعد كده اتقطع، واحنا مش عارفين نعمل يعني نعمل ايه الصراحه. هو اكيد حضرتك برضو لازم يكون في بين الطرفين تراضي او بين في حاجه ما بينهم الاثنين. يعني. لا الاثنين ما فيش تفاهم خالص مع بعض. طب ما فيش حد قعد معاهم وشاف الدنيا فيها ايه؟ والله هو النهار ما بيسمعش، واختي برضه كده ما بتسمعش. ما انا اقول لك يعني هما الاثنين ما بيسمعوش، مش مستجيبين لحاجه. اه الاثنين، ولا هو بيسمع ولا هي بتسمع. تمام. انا لازم اقول الصراحه، يعني انا اختها وهي مش بتسمع لحد. طب يعني احنا لو نقول لها اطلع اقعدي معايا كده شوفي عايز ايه، تقول لك لا انا لما ينام بعد كده. يبقى هو في تاثير من الطرفين. حضرتك ان شاء الله الدكتوره هترد على حضرتك. في اي استفسار تاني؟ كمان معاها مكه وانا كله شايفين نعمل ايه. والله بقول لحضرتك في استفسار تاني عن مشكله تانيه ولا هي دي بس؟ لا لا الله يبارك لك، شكرا. تحت امرك ان شاء الله. حضرتك دكتوره بتقول لك يعني اختها على طول قاعده تحت عندهم، ما تصدق اللي هو ينام تطلع. فدلوقتي الطرفين الاثنين ضد بعض، مش طايقين بعض، وعندهم تنافر. في تنافر في تنافر في العلاقه الزوجيه. ليه بقى؟ لان احنا ما بنبتديش العلاقات بينا بالتفاهم بان احنا نفهم ان احنا مش ندين لبعض، لازم يكون في تكامل في العلاقه علشان خاطر يبقى في نتائج. طول ما هي قاعده عند مامتها وطول ما هو قاعد في البيت لوحده تستنى ينام، ولا هو هيحس بتقديرها ولا هي هتبقى مستعده ان هي تتنازل علشان تقدم خطوه. هم كده في الخناقه، يعني لما بيتخانقوا الاثنين مع بعض بيشوفوا مين اللي هيفوز بالظبط. هي معركة، بيشوفوا مين اللي هيفوز. هي معركة، لا انا بقى اغلبك لا انت هتغلبني. ما بنقولش ان الحل في الـ في الـ في ان انا أسكت. انا الاقوى او انت الاقوى. لا طبعا. لا ونفضل إطلاق. ونفضل في الندية، انا اللي هثبت نفسي، لا انت اللي هتثبت نفسك، انا اللي هنتصر لا انت اللي هتنتصر. طب يمكن يا دكتورة المشاكل. يمكن يا دكتورة لو هي قعدت ساكتة وهو غلط يراجع نفسه ويجي يقول لها لا أنا مش هيراجع نفسه. لا 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 ده الشخص السوي. وحتى كمان هم ممكن يكونوا أسوياء بس لا يستطيعون إدارة حياتهم. فإدارة لا أنا بتكلم لا مش على كده، يعني لو في خلاف ما بين الزوج والزوجة، لو الزوج كان متعصب وبيتخانق جامد مع مراته وهي سكتت وامتصت غضبه، ممكن هو مع نفسه يقعد وهيحس بالغلط ده وهيجي يقول لها التجاوز بقى. دي نقطه ثانيه. التجاوز عن الهفوات. يعني ما يجيش يضربني بالقلم واتجاوز. لا 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 لا, 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 لا. لكن ممكن جاي من شغله تعبان شقيان طفحان الدم في الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي احنا فيها دي. هل المشاكل العامه او الضغوط الحياه وفي بعض رجاله يعني بصراحه الله يعينهم بيطلعوا من 7 الصبح 8 الصبح بيرجعوا الساعه 12 1، يبقى في تعقل بقى. في تعقل. ما كلموش في تليفون اصرخ، مش اول ما يدخل من البيت اديله مشاكل الاولاد. في بعض النماذج انا اعرفها تتكلم في تليفون، ده الولد عمل كذا، ده عمل كذا، تعالى شوف لك حل. تعالى شوف لك حل. طب هيسيب الشغل ويجي؟ مين اما انا اشوف لي حل؟ حضرتك بتعملي ايه في البيت؟ ايه وظيفتك؟ انا مش ضد حد، انا ضد يمكن هي يا دكتوره بتخوفه ببابا. لا مفيش حاجه اسمها كده. هي وظيفتها ايه؟ هي وظيفتها ايه؟ وظيفتها خلقت لايه؟ للتربيه بس. هي قاعده بتربي، وظيفتها خلقت للتربيه. اي حاجه من الحاجات العظيمه اللي احنا بنعملها في حياتنا بما فيهم ان احنا يكون لينا كارير ويكون لينا حياه شخصيه ويكون لينا علاقات اجتماعيه تاتي بعد هذه المسؤوليه. معنا تليفون تاني يا دكتوره. بعد التربيه. معنا تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب. انا اولا وانت طيب حضرتك طيب. اولا احنا في الايام دي او في الحياه اللي احنا عايشين فيها دايما بتلاقي الام لما بتيجي مثلا بنتها تقبل على الزواج وكده
اول حاجه بتقولها لها يا بنتي ما تسكتلهوش، يا بنتي ما تسمعيش كلامه في كل حاجه، يا بنتي اول ما يكلمك تعالي بيت ابوك على طول، اول ما زعقلك تعالي على طول، ما تكونيش انطوائيه ليه، ما تسمعيش كلامه في كل حاجه. فهنا بتصدر لبنتها ان انت مع اقل حاجه واصعب ظروف تعالي اقعدي في بيت ابوك. اتفضلي يا دكتور. علشان كده انا بقول، علشان كده انا بقول نختار نسبنا يا جماعه، نختار نسبنا. ما ينفعش انا اشوف الام بتتكلم بالطريقه دي، وما ينفعش انا اعرف ان الام سلوكها بالشكل ده واتخيل ان بنتها هتكون بشخصيه تانية او باداء مختلف. تمام. الاداء هيبقى نفس الاداء اللي انت شفته قبل الجواز بالظبط. الحاجه الثانيه ان انت لو الام دي ساعه ما جيت تجوز بنتها لو قالت لها يا بنتي عيشي، يا بنتي تعايشي مع الظروف، عيشي حياتك، اصبري الحياه. لا انا ضد، انا ضد فكره عيشي. انا معلش انا استوقف حضرتك، انا ضد فكره عيشي. عيشي لو الرجل اللي انت عايشه معايا يستحق ان انت تعيشي وتتنازلي عيشي. لو الولاد انت عارفه. هقول لك حضرتك على حاجه. اتفضل. الست امها دي لما قالت لها روحي اصبري، ما هي كبرت مع والدها قبل ما تكون في، قبل ما تكون في المكان ده. مش اكيد يعني. بقول لحضرتك انا هقول لحضرتك، هي الاستاذ يعني بيقول ان هو كانت الست دي الام كانت في الاول بنت واتجوزت. بس انا عايز ارجع لحضرتك لحاجه. حضرتك اب؟ اتفضل. حضرتك اب؟ لا انا شاب مقبل على الزواج. يعني مقبل على الزواج. اختار صح يا اختار استاذ صح. حضرتك اسمك ايه؟ هقول لك انا محمد. اختار صح يا استاذ محمد. اكيد تمام. اختار صح. اختار صح. بس هقول لك على حاجه حضرتك. اتفضل. ما هو انت لو انت عايزاه مثلا كخلق وكاداب سيدنا محمد كوني لا قلت بقى خديجه وعائشه صح؟ مش سامع حضرتك معلش. بيقول لك الخلق. لو انا عايزها كخديجه وكعائشه اقول لها محمد صلى الله عليه وسلم. اكيد طبعا. اكيد طبعا. ولو هي نفس الموضوع تكون لها عائشه. اكيد طبعا. خديجه. لازم يا استاذ محمد تكون محدد اولوياتك في الاختيار عشان تختار توصل للتارجت بتاعك، توصل للهدف بتاعك، الهدف بتاعك مش مع ايه بالظبط؟ مش مع اقل مشكله تقول انا هروح. ما هي بصي والدتها لو اديتها فرصه ان هي مع اقل حاجه تعالى روح. انا ماليش دعوه بوالدتها، انا ماليش دعوه بوالدتها، انا ليا دعوه بحضرتك. هتتكلم معاها قبل الجواز، هتعقدوا اتفاقات وهتعقدوا صفقات، حياتنا هتمشي واحد اثنين ثلاثه، وده قانون حياتنا في اتفاقات. احنا دلوقتي مفيش حد فينا لا يستطيع المناقشه، ولا مفيش حد فينا لا يستطيع الوصول لحلول. مفيش حد فينا، احنا دلوقتي في 2020، احنا مش عايشين في ايام الجاهليه. طب دلوقتي اما بنشكرك يا استاذ محمد. استاذ محمد حضرتك تسمعنا في التلفزيون وان شاء الله الدكتور هتجاوب على حضرتك. متشكر ليك قوي. اتفضل. لازم يفضل. لازم نكون فاهمين ان الاختيار زي ما انا قلت في اول الحديث، ان احنا لازم نكون عارفين احنا احتياجاتنا ايه من الاختيار. صح. انا واحده عايزه ايه من الرجل اللي انا هتجوزه؟ انا كرجل عايز ايه من البنت اللي انا هتجوزها؟ ولازم نقعد مع بعض، ولازم نتكلم مع بعض، ولازم نرسي حياتنا حتى الماديه نتحدث فيها. في فتره الخطوبه يا دكتوره بتبقى الام والاب، ما ممكن برضو يعني الخطيب يشوف الام بتتعامل ازاي مع الاب، والتعامل بيبقى عامل ازاي؟ هو ده اللي هيبقى النموذج اللي انت هتاخده بيتك. هو ده النموذج. عشان كده بقول يبقى كل شاب بقى واحتك بالاهل واحتك بالبنت واحتك بخبرات انا اكون عاملها اختبارات. تمام. تكون حتى لو مصطنعه يعني. حتى لو انا بعمل خطه علشان اشوف نتيجتها. استاذ حضرتك بس معايا تليفون. الو. اوكي. مساء النور. مساء النور. استاذ ايمان معايا؟ ايوه نورين حضراتكم. اهلا منوره. اهلا بيكي. ربنا يخليكي. انا دلوقتي انا عندي مشكله. اتفضلي قولي. انا متجوزه بقالي 10 سنين بس ما عنديش اولاد. تمام. انا جوزي بينام في اوضه وانا في اوضه، دي حاجه. ولما بيضربني واشتكي لاهله، اهله بيقولوا لي الحريم كلهم بيتضربوا. بايه؟ الحريم كلهم بيتضربوا. يعني ايه؟ طب معلش هو اسف يعني. يا استاذه ايمان يعني حضرتك أيوة؟ بقالك 10 سنين بتتدربي؟ لا أيوة؟ مش بتتدربي. قبل ما تتدربي حضرتك 10 سنين ضرب من وقت للتاني بيبقى فيه ضرب حضرتك. لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بس حضرتك اسمعيني. حضرتك يعني أيوة. يعني هو حضرتك في اوضه وهو في اوضه بقالكم 10 سنين؟ لا مش 10 سنين حضرتك. امال ايه؟ في اوقات معينه كده بنبقى منفصلين كل واحد في اوضه. تمام. وبيضرب حضرتك على فترات؟
وانت اما بتتدربي يا ايمان بتعملي ايه؟ بتتدربي يا ايمان بتعملي ايه؟ معلش ما بتتدربي بتعملي ايه؟ بشتكي لاهلي واهله. انا احيانا ما بدخلش اهلي عشان المشاكل ما تكبرش. انا اسفه لحضرتك بس ليه تقبلي اهانه على مدى 10 سنين وتحطي نفسك في وضع زي ده وتتضربي وتهاني وتتقبلي الوضع؟ يعني ايه اللي يخليكي تتقبلي الوضع؟ ايه سبب التنازل وانت ما عندكيش اولاد اصلا؟ التنازل ان انا عايزه اعيش، انا مش عايزه انفصل ومش عايزه مشاكل. على فكره هتعيشي حتى لو انفصلتي، هتعيشي الانفصال مش فشل والانفصال مش اخر الدنيا. انا متاسفه لو انت عايشه حياه مهانه فيها. معلش اسمحيلي انا والدتي، اسمعيني من فضلك. لو انت عايشه حياه انت مهانه فيها وانت مش سعيده فيها وانت مضطره ان انت تعيشي وخلاص، لا ربنا ما خلقناش عشان كده، ربنا كرمنا، فانت تقدري ان انت تغيري حياتك وتقدري تطلبي الانفصال وتعيشي عيشه كريمه، لان الانفصال مش فشل. وانت لو انفصلتي عن رجل يهينك فانت كده خدتي خطوه اتجاه النجاح مش فشلتي. ومش مفيش حاجه اسمها عايزه اعيش، مفيش مكان تاني اروح فيه يا فندم. تقدري تشتغلي وتقدري بتقول لك يا دكتوره والدتها متوفيه وما عندهاش مكان تاني تقعد فيه، فهي مضطره اللي هي تعيش العيشه ديت. وهي انت معكيش شهاده يا ايمان؟ ايمان لا معكيش شهاده، مش متعلمه؟ لا اعدادي بس. ما عندكيش بيت للعيله، بيت للاب للام؟ في ناس ما حدش يهتم بحد. طيب انت ما تقدريش ترجعي تقعدي في بيت اهلك؟ لا مش. طب انت يا ايمان ما اتكلمتيش معاه؟ مش هلاقي حد يصرف عليا. ما انت تقدري تصرفي على نفسك وتشتغلي على فكره حتى لو بابسط الوظائف طالما عندك مكان تقعدي فيه. ممنوع الواحده المطلقه تطلع تشتغل. خلاص عيشي وتدربي يا ايمان. هقول لك ايه؟ عيشي وتدربي. ما عنديش حلول ليك يا حبيبتي. اللي بيقبل على نفسه الاهانه لا يتخيل من الطرف اللي قدامه ان هو هيديله وسام ايجابيه بقيه عمره. انا ما عنديش رد. انا ممكن من عن طريق البرنامج ممكن يعني حد بيسمعني، الواحده المطلقه يبقى ليها دخل، يا ريت. يعني انا ما عنديش معلومه والله هل احنا المطلقه في دخل ولا لا بصراحه. الدولة على فكره بتكفل كده كده بتكفل كل التكافل والكرامات والارامل، الدوله بتتكفل. يعني انت حاكمه على نفسك يا امان مبدئيا، انت غلطه على نفسك. انا انت حاكمه على نفسك ان انت مش هتقدري. طب حاولي يا امان تقعدي معاه وتتكلمي، مش هينفع تعيشي، فانت مضطره ان انت تتحملي وكل اللي حواليكي، فانت بتلقي اللوم على اللي حواليكي انهم بيقولوا لك اتحملي. انت نفسك بتقولي لنفسك اتحملي، اتحملي. احنا بنشكرك يا ايمان، شكرا. دكتوره هل انا بيستفزني جدا يا استاذ محمود الحالات دي، لان معلش ما توقفيش في مكانك وعايز تكوني تشقلب من حواليكي. ما فيش حاجه بتتغير غير بالبني ادم يا دكتوره. هي ما عندهاش مكان. معلش لو اتطلقت معاها عندها مكان، بس ما عندهاش مكان تصرف على نفسها. عندها بيت اهلها بس ما حدش يصرف عليها، هي ده اللي قالته. بص هي دي حالات برضه نادره يا دكتوره. فهي عايزه تقعد في مكانها وهي عايزه مشاكلها تتحل وعايزه تحمل الدولة أو الأب والأم والحما ويعني أهل الزوج المسؤولية إن هم بيقولوا لها تحملي. لا هي لا إلا نفسها تحملي، وهي مديها لنفسها فرصة. فمعلش لا أنا بعتذر جدا. أنا لا أدعم القرارات دي، أنا أدعم الشخص اللي بيغير حياته. أنا الصفحة بتاعتي بتبنى فيها الفكرة دي، change your mind، غير افكارك عشان تقدر تغير سلوكك، فاذا بتتغير حياتك. لكن لو انت قاعد في مكانك وبتحكم على الامور باحكام 1800 سنه فاتوا، خليك واقف مكانك. طب دلوقتي يا دكتوره افرض هو ما رضاش يطلقها، هتصرف على نفسها ازاي علشان تطلب الطلاق؟ هو مش في حاجه اسمها خلع. ماشي هتصرف منين؟ بصي انا يعني انا اقول لك على حاجه، دي مش مشكله جامده برضو. معلش يعني واحده بتتضرب، انت فاهمه يعني ايه واحده بتتضرب وهو منفصل عنها في العلاقه زوجية. الحميمه. لا انا بتكلم دلوقتي وما عندهاش اطفال وهي ما مش لاقي حد حتى تشتكي له. دي شخص حياته مدمر، هي حياتها لو انفصلت هتبقى مدمره. ايه اكتر من كده؟ المطلوب مني اطلع دلوقتي قدام الناس واقول معلش يا عيني اتحملي؟ لا انا مش هعمل كده، لا طبعا مش هعمل كده. وبنشوف برضو يعني في تجارب كتير جدا الاثنين بيتخانقوا سوا مع بعض، هي بتقتله هو بيقتلها، بيوصلوا لنفسهم لدايره مقفوله. هي شخص زي المطاطله الفاضله اللي كانت بتتكلم دي. ايوه يا محمود هتوصل لغايه. ايوه يا محمود قوه تحملها وقوه تحملها ممكن توصلها لحاجه ثانيه خالص. اللي خلاها تتكلم اكيد قوه تحملها نفذت، فما بدات تتكلم هي لا تاخذ حقوقها كزوجه، حقوق شرعيه كزوجه، هي لا تاخذ حقوق ماديه، هي ما ربنا طبعا ما اكرمهاش بالخلف لان هي منفصله عنه انفصال الزوجي الفعلي، مفيش علاقه.
وهي كل الناس بتقول لها استحملي وهي راسخه رضخه للفكره كده مفيش امان بقى كده مفيش امان خالص هي ممكن في يوم من الايام تنتحر ممكن في يوم من الايام ما انا بتكلم في كده لا ان شاء الله طالما مفيش حد قدر يحل المشكله دي على مدى 10 سنين اذا بين الطرفين زي اذا العلاقه هي علاقه مؤذيه ومستهلكه ومدمره دكتوره يعني نخرج من الموضوع دوت ونخش موضوع ثاني هل عدم التكافؤ المالي والوظيفي اكيد بالنسبه للزوجين ده بيخلق برضو من ضمن طبعا الأزمة. ولازم يكون ده شيء موضح تماما قبل الجواز بالزبط. ولازم يكون محطوط خطط اوليه وخطط ثانويه انا دخلي قد كذا ليه بقى يعني انا دخلي قد كذا واقدر انفق في قد كذا اللي قدامي ما يكونش متخيل ولا متوقع ان هو هيعيش بشكل مختلف فيجي بعد كده توقعاته يتم احباطها فما تشبعش فابقى كارهه عيشتي وكارهه حياتي واقارن نفسي بدي واقارن نفسي بدي واقول على دي بالظبط هوصل لايه لازم اكون صريح مع الطرف اللي قدامي انا امكانياتي الماديه يا بنت الحلال 1 2 3 هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا محتاج مساعدتك في كذا ومحتاج مساعدتك في كذا ومحتاج مساعدتك في كذا هي تقبل هي ترفض ده اختيارها لكن في بقى حاجات على المستوى الثانوي بنعملها ممكن نقسم خططنا ان انا مثلا كمان كام شهر ممكن يعني يعملوا بلان لنفسهم يمشوا عليه الحاجات اللي محتاجه فلوس كتير اخطط لها اقوم بالتخطيط معاها ممكن بعد 5 سنين نبتدي نحط قسط عربيه ممكن كمان 10 سنين نبتدي نغير شقتنا يبقى ده لو في تفاهم ما بينهم هما الاثنين ما هو لازم يكون في تفاهم يا استاذه نجلاء لو مفيش تفاهم مفيش حياه زوجيه اكيد طبعا لو مفيش تفاهم مفيش حياه زوجيه في طلاق صامت في انا وانت انا وانت متجوزين وانا يعني وانت في بيت واحد زي الموت الاكلينيكي هو كده زي الموت الاكلينيكي بالظبط في طلاق صامت في انا عايش عشان اعيش وهي عايشه عشان تعيش وعشان يربي العيال والدنيا لطيفه وسلام عليكم وعليكم السلام لكن انا علشان خاطر انا ادي لقدامي اللي هو يستحقه واخد منه اللي انا استحقه لازم يكون في التكافؤ لازم يكون في التفاهم لازم يكون في التكامل احنا مش واقفين قصاد بعض نضرب في بعض بالبوكس ونشوف مين فينا اللي هيكسب لا احنا مع بعض بنمشي شراكة علشان الشراكة دي تكبر تبقى شجرة كبيرة تطلع فروع يعني حضرتك شايفة يا دكتورة هو عدم الأمان ما بين الطرفين بيأثر على العلاقة الأمان أنا لسه متكلمة في الموضوع ده وهكلم فيه طول عمري هقعد أتكلم فيه الأمان بالنسبة للأنثى هو رقم واحد طب الأمان معلش ممكن حضرتك بإيضاح كده يعني الأمان اللي هو بيتلخص في إيه؟ الامان هو الاحتياج البيولوجي اللي زي ما انت دلوقتي قاعد لو دخل لو لقيت حد داخل من باب الاستوديو بيهددك انت هتحس بالامان اكيد مش هتحس بالامان اكيد هتهتز تمام الانثى لازم تحس بالامان لان الامان ده احساس فطري هي لازم تكمله يعني انت لازم تكمله لها كرجل تكملها. لو الاحساس الفطري ده انت ما كملته لهاش هي مش هتقدر تكمل مش هتقدر تعطي مش هتقدر تديك الاحتياجات هيبقى في خوف ورهبه فما احتياجاتها مش كامله لازم يكون عندنا وضوح وصراحه في طلب احتياجاتنا يا استاذه نجلاء يعني انا اكون صريحه مع جوزي انا طلب محتاجه كذا ومحتاجه كذا ومحتاجه كذا حتى كمان على فكره في الاحتياج طب انت لو انت قلتي كل اللي انت محتاجاه ولقيتي برضو تجاهل تاني اقول تاني واقول تاني طب ما في ستات ما بتعرفش تتكلم وما تقولش الكلام لا بس معلش انا اسف يا دكتوره يعني طب هو ايه يعني لا اتكلم طالما في يعني في اطار عام وبكل الاساليب أتكلم. على فكره وبكل الاساليب دكتور. وفي كل الاوقات وانتقي الوقت وانتقي ممكن تتكع الكلمه دي شويه انتقي الوقت دي ما اجيش وزوجي في حاله نفسيه او حاله ماديه او حاله عصبيه اي عصبيه متوتر واحط نفسي قدامه كده ها يا باشا احنا بقى عامل لي ايه اصلا في حياتي شفت فلانه معمول لها ايه لا يا جماعه ما فيش الكلام ده مقارنات كمان على فكره وفي حاجه كمان ادخال طرف ثالث في علاقه يعني انا زوج وزوجه قاعدين
لا انا بقى اكلم لك امك بقى تحل الموضوع ده. مشكله كبيره. دي مشكله كبيره. دي بتزيد المشكله. امك دي هتبقى متحيزه لمين؟ ليه؟ لا وانت بتدخليها طرف ثالث ممكن تكرهها. انا نفسي انا نفسي من الناس اللي لو في مشكله عندي قويه جدا انا ما بروحش اشتكيها لماما. ليه؟ انا بشيل ماما همي وبضايقها وفي الاخر انا برجع بتصالح وبرجع تاني تمام وحياتي بتتظبط وكل حاجه. انا لو عيانه حتى مش بشتكي لماما. ليه؟ هي ايه دخلها ماما؟ ماما ليها حياتها وانا ليا حياتي. اكيد خلاص الموضوع منتهي. صح. فمين اللي بيدفع ثمن كل بقى الفوضى الطرفين. الفوضى دي مش الطرفين. معانا تليفون تاني يا دكتوره. انت عايزه حضرتك الاولاد يعني. اولاد. اتفضلي. معانا تليفون تاني. الو. عليكم السلام. اتفضلي. وبركاته. الو. دلوقتي حضرتك كل كلامك حضرتك حلو جدا وكل كلامك مريح. حضرتك سامعاني؟ سامعاني. اتفضلي. حضرتك كل كلامك كويس جدا جدا ولازم الطرفين يكونوا فعلا متفقين وكل حاجه. بس ايه رايك في الزوج الخاين؟ انت عارف الخاين. الزوج الخاين. الزوج الخاين؟ الزوج الخاين. خاين. وانت عارفه ان هو خاين. اسمك ايه؟ اسمي ام مريم. ام مي؟ أم مريم. مريم. ام مريم. وانت عارفه يا ام مريم ان هو خاين؟ انا عرفت من سنين كتيره ان هو خاين. من سنين كتيره انت عارفه ان هو خاين؟ عرفت منين بقى؟ ليه يا ام مريم؟ انا معايا معايا خمس اولاد. خمس اولاد؟ وخمس اولاد دول جبتيهم قبل ما تعرفي ان هو خاين ولا بعد ما عرفتي ان هو خاين يا ام مريم؟ لا ما كنتش اعرف. انا ما كنتش اعرف الموضوع ده بس بعد ما جبتي مريم بنتي اللي هي الرابع طفله. ايوه. عرفت ان هو خاين. طب انت بتعملي علاقات في التليفون وكل حاجه وواجهتيه بالموضوع ده او انت ما واجهته وعملت مشكله وقلت لاهلي ما ينفعش ان انا اعيش معاه اكتر من كده. انا تعبت. وهو رد فعله ايه بقى؟ قال لك انت عايزه تعيشي معايا كده عيشي، مش عايزه تعيشي بالسلامه. لا ده بجح. معلش اسف يعني. دي بجاحة. وانت احوالك الاقتصاديه والاسريه والاجتماعيه ايه؟ تقدري تنفصلي عنه وتقدري؟ طبعا مفيش. لا ما ينفعش. ما ينفعش. فانت طبعا مضطره ان انت تتقبلي الوضع اللي هو قال لك هو كده واذا كان عاجبك. بالظبط. لا مفيش حاجه اسمها هو كده واذا كان عاجبك. على فكره ده شخص محتاج مساعده ودعم نفسي علشان هو كده عنده مشكله في ال 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 ان هو عنده خلل. هو مريض نفسي يعني متعدد العلاقات و و و هو انا اسف يا دكتوره. ده بصي حضرتك ده اتفضلي. ده في النت على التليفون. ما هو النت هو التليفون. طب انت يا ام مريم شايفه ان انت يعني مهتمه بنفسك وعارفه تظبطي حالك وبتحاولي ترضيه وبتحاولي ان انت تعملي كل حاجه تمام يعني. يعني بصي حضرتك والله العظيم انا عن نفسي انا ست بيت. تمام. ما بشتغلش. انت بتشتغلي ولا ست بيت؟ انا مش سامعه. ست بيت. ما بشتغلش. ما بشتغلش. اوكي. ما بروحش في حته خالص. انا ما بروحش في حته ثانيه. واتنقبت بسببه. يعني انا لبست القاضي بسببه. ليه؟ عشان بيغير عليا جدا. علشان هو بيغير عليكي؟ ان هو كل الناس بتبص عشان هو بيبص لبنات الناس. ما هي دي التويست المعقوله. فهو بيخفيها عشان هو كده فاكر كل الناس زيه. تمام. فانا يعني كل حاجه يعتبر انا عملتها له والله عملتها له بميات الليل. يعني بتهتمي بنفسك وانثى كامله معاه وبتحاولي تشوفي رغباته وبترضيه وبتحاولي تكوني شخص مشبع ليه في كل حاجه نفسيا وعاطفيا وجنسيا وكل الحاجات بتحاولي تعملي ده؟ كل حاجه والله كل حاجه. لا ده تفوضي امرك فيه لله. لا طب احنا بنشكرك يا ام مريم. بنشكرك يا ام مريم. امرك فيه لله. يا اما تحاولي انت او حد من 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 العيله ان هم يعرضوه على متخصص. هو محتاج مساعده. الله يعينه. هو ممكن يعني هو اكيد بيبقى فيها فوات للرجاله. وخلينا متفقين. مش بتقول لك فوات. بتقول لك هو طول الوقت. هو طول الوقت عنده بجاحه. انا ما قفشتوش.
انا مش قفشته. بتقول لك هو طول الوقت هو عنده بجاهه على النت، هو عنده بجاهه، عنده مشكله جنسيه، عنده مشكله جنسيه، فهو محتاج يروح لمتخصص. اكيد طبعا هيعترف، هل هيعترف ان هو محتاج دعم او محتاج؟ اكيد اكيد طبعا اكيد لا. مش فعشان كده انا كان ردي عليها ايه، فوضي امرك لله. يعني دي من اخطر المشاكل اللي بتواجه الزوج والزوجه. انا شايفه اللي دي من اخطر المشاكل. من اخطر المشاكل لو هي نزوه، لو هي خيانه لمره او لمرتين او على فترات متباعده، لكن لو هي بالشكل المرضي ده لا، ده اضطراب. طب خلينا نقول ان الشخص السوي هتبقى نزوه. اكيد اكيد لكن اللي هو فيه ده مرض. اكيد ده مريض فعلا، بالتليفون وعلى الانترنت وعلى المسجات وتقفش، هو اللي بيقول لها اذا عايزه تعيشي معايا طبعا، هو انا كده واذا كان عاجبك لا. لا مفيش واحد بيكون عايز يحافظ على بيته بيعمل اكيد. طب بمناسبه حضرتك على المشكله دي، هل العلاقات الحميمه بتساعد على تكوين الاسره واستقرارها؟ اكيد طبعا اكيد طبعا. فهم رغبات الشريك واشباعها، اشباع كل طرف وفهم رغبات. طب بس هنقطعك يا دكتوره، استاذ ناصر اتفضل. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، اتفضل يا استاذ ناصر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ناصر من الشمس معاك في الروح. اهلا وسهلا بحضرتك. ناصر الدرج من الشمس. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. دلوقتي بتتكلموا على حته زوجه الخاين ولا الزوج الخاين؟ انا بفهم الدنيا. تمام. الو مع حضرتك. اتفضل. تمام سامعينك. انت سيادتك بتتكلم على الزوج الخاين ولا الزوج الخاين؟ عشان ابقى فاهم الدنيا. لا هو كان المتصله بتتكلم على الزوج الخاين، واكيد برضو في زوجه خاينه. حلو قوي. تمام. احنا بنحكي طرف واحد لما اقدر. نعم يا فندم. ليه البنت طرف واحد؟ لا احنا مش بنتكلم، لا احنا مش بنتكلم في موضوع الخيانه حضرتك. لا لا، وغير كده حضرتك هي المتصله اللي قالت شكواها، وشكواها كانت بتقول ان زوجها خاين. ده كان سؤالها حضرتك، سؤال في الحلقه، لكن حضرتك ممكن تطرح مشكله حضرتك او الايضاح نقوله. اتفضل. لا انا ما عنديش مشكله، انا سؤال حضرتك. اتفضل. ما عنديش مشكله والله. اتفضل يا فندم. 90% من الزوجه اللي في البيت ممكن تخلي الراجل يهرب، وممكن تخليه بيتوتي. مظبوط مظبوط طبعا، كلام حضرتك مظبوط جدا طبعا. ايوه شفت والله، حتى لو الراجل في المنظر اسف يعني، حتى لو الراجل بيلعب كده برضه. تمام تمام فعلا صح، دي اللي انا عاوز بس اتكلم فيها. حضرتك كلامك مظبوط جدا صح. حتى ممكن الراجل ممكن عنده 70 سنه مش شايف اهتمام، ممكن يبص لبره. صح لو صح. عنده تمام 30 سنه ومش شايف اهتمام هيبص لبره. أكيد طبعا. أكيد تمام. ودي وجهة نظري. بنشكرك يا أستاذ نصر. أستاذ نصر بيتكلم عن نقطة مهمة جدا برضو. هنرجع لسؤال حضرتك بس هرد على أستاذ نصر الأول. نقطة إن الست بتبقى منشغلة، الست بتبقى الروتين خدها، الست خلاص بيبقى العمر سرقها، الست خلاص بتبقى ضمنت وجود الرجل ده، فهي مش عايزة تبذل مجهود. فهي في الحاله دي من حق الزوج طبعا ان هو يبص بره، مش يبص لبره، يبص لنفسه، يبص لنفسه ويشبع رغباته بقى. اما هو يبقى شايف طول الوقت ان في واحده ست غير مهتمه. أكيد. اما يبقى شايف طول الوقت واحده ست هو عارف ان هي غير مشبعه ليه، غير مشبع نفسيا عليه. ولا جنسيا ولا جسديا، ولا حتى ممكن في بعض ازواج بتشتكي لي بيقول لي ما بقعدش في مكان نظيف، انا بيتي مش بحس ان انا مرتاح فيه، مش بقعد في مكان نظيف. تمام بس فلا ده في الوضع ده لا معلش، بيحاول يدور على نفسه مش بس على ساعات الستات يا دكتوره بتبقى يعني بتظبط الدنيا وبتهتم بنفسها وكده، بس الراجل برضو ليه ده بقى السؤال الاستاذ محمود بيبقى تفز برضه، بيبص برضه بره. بيبص بره، بيبقى عينيه زايغه برضه. لا بصي احنا مش هنتكلم عن الحالات المرضيه، احنا مش هنتكلم عن الاستثناءات، احنا هنتكلم عن العلاقات الطبيعيه. احنا بنتكلم عن العلاقات الطبيعيه، العلاقات الطبيعيه لازم افهم رغبات الشريك والبيها، لان يحصل عمليه اشباع، ولازم اكون واضح بخصوص انا طلباتي ايه، انا ايه اللي يشبعني. معلش يا دكتوره معانا اتصال. الو اتفضلي. ليه السؤال ده مش عليكم. ايوه عليكم السلام يا حبيبتي اتفضلي. لو سمحت اقول للدكتوره على حاجه، ان جوزي بيبقى هو يعني مشاكل على طول، وقريب من اهله زياده عن اللازم، يضربني قدام عيالي وقدام اهلي، وممكن يضربني قدام اهلي، ما عنديش حد ان انا اروح له، وكل ما احاول اعالج فيه ما بيتعالجش.
وماديا بخيل جدا جدا، ودايما في اهانه وبهدله مع عيالي ومع قرايبي، وحاولوا اهلي ان هم يعدلوا فيه مفيش فايده. طب معلش يا ام محمد انا اسف، يعني حضرتك بتقولي كل ما باجي اعدله ما بيتعدلش، يعني حضرتك كل ما بتيجي تكلميه يعني كل ما باجي اشتغل بطلع اشتغل وبطلع ان انا مثلا يعني انت حضرتك بتساعديه ماديا وبتصلحيه من شانه بالكلام وبالماده الماديات يعني يقعد مع اهله 5 دقايق يتغير 50%. ايه؟ يتغير 50%. دي النقطه اللي كنا بنلسه بنتكلم فيها. طب كويس ان هو 50% مش 100%. دي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها، اللي هو الناس اللي بتتحشر في حياتنا، عشان في ناس بتتحشر في حياتكم. تمام اتفضلي. معظم الوقت انا ممكن معظم الوقت ان انا بتكسر كذا مره، كسرت كذا مره بسبب الموضوع دوت. كذا مره حضرتك ايه؟ تكسري ايه؟ يكسرني يعني مثلا يكسر لي ايدي وضرب بهدله. ليه كده؟ بيكسر لك ايدك. ليه الوضع وصل لهذا الشأن يعني؟ ليه؟ طب انت اسلوبك معاه ازاي يا ام محمد؟ انت يعني هو بيعمل كده منه لنفسه يا ام محمد؟ هو ماديا بخيل جدا. يمكن انت بتزعليه، بتعامليه مش كويس يا ام محمد. بيجي من شغله تعبان، انت بتتكلمي بطريقه مش كويسه. هو يا ام محمد بيجي كده وانت قاعده في امانه الله يمسكك يكسرك؟ استحاله. لا، يقعد مع اهله تحت، يقعد مع اهله. طب وانت بتعملي ايه؟ حاولي تتخلصي من بيت العيله يا ام محمد، لان كله مشاكل. وقبل كده دكتوره انا اسف يا ام محمد، يعني انت طب حضرتك علاقتك باهله ايه؟ علاقتي باهله هم يعني ايه، وشك لما اعرف الكلمه ضهرك. ماشي اوكي خلاص، اختصري في بيتك انت وعيالك واقفلي على نفسك بيتك. المشكله هو بينزل يا دكتور، اما بينزل تحت يطلع لنا فوق ضرب وإهانة. حاولي يا أم محمد، يعني أنا بقيت أكرهه يا أبوهم. حاولي يا أم محمد تهربي من بيت العيلة، حاولي تهربي من بيت العيلة. بيت العيلة ما ممكن سبب دكتورة كبير صعب. جدا ما صعب اللي هو يسيب بيت هو أهله هيروح ياخده. لو عايز يحتفظ بيها ويحتفظ بأولاده، ممكن تعمل قعدة على مستوى كبير من الناس الحكماء بتوع العيلتين، وتقول أنا حياتي يا جماعة بتبوظ، أنا مضطرة إن أنا أطلع من بيت العيلة وأستقل بحياتي أنا وجوزي. عشان السبب الرئيسي، لو فعلا هو السبب الرئيسي يا محمد ان انت بيت العيلة هو اللي مسبب لك المشاكل، فانا بيتي بيتخرب والحكماء بتوع العيلة بيقوموا بحل الامر سواء يمين او سواء شمال. بس انا ضد العنف وضد الضرب، وانا انصحك ان انت انا مش عايز اقول كلام يا جماعة يتاخد عليا والله. لا لا هو دكتورة بس اللي يوصل الراجل اللي هو يضرب مراته يكسر لها دي هيكسر لها. لا انا بس عايز اقول ان دي تهم اساسا، استاذن حضرتك يا دكتوره توجه له تهم على لا هي مش تهمه. طب هي ممكن تكون انا اسف هو دلوقتي حضرتك اما اقول لحضرتك لا هنتخانق. لا انا مش هنتخانق. الفكره في ايه؟ هو الانسان السوي يعني ايه؟ اذا يعني مد ايده طبعا، احنا مد الايد ده طبعا مرفوض، ولا مد اللسان. انا اقول لحضرتك بس على حاجه، الحلقه كلها كده يعني اتجهت للرجاله بس. لا على الستات فكره الستات اللي بتتضرب. ما لا ما انا اقول لحضرتك، في راجل اتصل قال ما فيش راجل. اقول لحضرتك على حاجه، ما فيش راجل سوي يا استاذه، ما فيش راجل سوي. انا بس انا شايف لا في راجل اتصل قال انا بضرب حقوقي. انا شايف ان ما فيش، احنا اتجهنا برضو الشكوى العامه التليفون. لا قبل التليفون انا بس عايز اقول حاجه بجد، احنا اتجهنا كده لقصه الراجل ان هو اللي وحش وهو اللي عنيف. لا ما هقول لحضرتك على حاجه، في زوجات وانا اعرفهم شخصيا ما هي اللي مسيطره على بيتها وجوازهم، يعني هم برضو بيقولوا ايه، انا بحبها انا اخليها ماشيه. ما احنا عندنا اطراف تانية وعندنا حاجات تانية. ما دي برضو نقطة مهمة من النقطة. لا مش قادرة اللي لازم ننصح بيها الزوجين. لا هو محمود قصده اللي فيه نقطة استفزاز بتوصل الراجل لكده. هو اللي معلش انا اللي بقوله لسه دلوقتي يا استاذ محمود، ايه دي نقطة من النقط اللي لازم احنا برضو نتكلم فيها مع الازواج اللي في بينهم مشاكل. التغاضي لو حاجة بسيطة أنا أقدر أتقبلها ومررها أمررها. طب إحنا معانا سعد يمكن ينصفنا. ألو؟ أنت بتتضرب يا سعد. ألو؟ قول يا سعد. شوف كده يمكن نشوف سعد. وعليكم السلام، اتفضل. إزيك يا دكتور؟ أهلاً بيك، أهلاً بيك. كل عام وأنتم طيبين جميعاً. وأنت طيب وبخير. أنا عايش يعني أنا عشت حياة صعبة خالص. تمام؟ بس ربنا كرمني. أيوه. واتجوزت مرة تاني. ولقيت سر سعادتي مع الثانيه. بالظبط بالظبط ده اللي كنت تلاشيت بقى المشاكل اللي انت كنت فيها الاولانيه.
حليتها قعدت 4 سنين بحل فيها. بالظبط حليت 4 سنين بتحل فيها. يعني كنت بتحب زوجتك الاولانيه انت حضرتك استاذ عبد السلام بتقول؟ لقيت واحده زي ام محمد اللي طلعت تتكلم على التلفزيون ديت تقول جوزي ضربني وجوزي عملني. لا لا الراجل عمره ما بيعمل حاجه مع الست الا هي اللي عايزه كده. ده اللي انا لا لما تستفزه بقى في يا استاذ سعد في رجال يعانوا من اضطرابات بتخليهم يوجهوا للست يتوجهوا للست بالعنف البدني واللفظي وده اساءات اساءات بتوجه للمراه بشكل غير مبرر هي ما بتكونش هي ما بتكونش ساعات عامله حاجه في ستات ما بتكونش عامله حاجه الست في ستات مستفزه اتفق الست بص بص الست ممكن الواحد يقوم الصبح كده من النوم قبل ما يروح شغله تعكنن عليه حياته ما يعرفش يرجع الشغل تاني. طب انت في التجربه عندك حق ثانيه واحده يا دكتوره انت سعد ولا عبد السلام؟ لا سعد سعد ابو دنيا. طب لو سمحت يا استاذ سعد انت قعدت في الفتره بتاعت الزواج الاولاني بتاعتك دي كام سنه؟ ايه؟ الزوجه الاولانيه قعدت معاها كام سنه؟ 10 سنين ومعايا منها 4 عيال. 10 سنين؟ واربع عيال. طب واتجوزت تاني عليها ليه؟ اتجوزت تاني عليها ليه؟ عشان هي ما طاعتنيش في اي امور زي ما هي اتكلمت كده ضربني شتمني. يعني انت 10 سنين يا استاذ سعد 10 يا استاذ حضرتك 10 سنين ومخلف ما شاء الله 4 وبعد 10 سنين معايا هاجر ايه؟ معايا هاجر معايا هاجر ربنا يخلي ربنا يخلي استاذ سعد. انا بتكلم في نقطه ثانيه حضرتك حضرتك دلوقتي بتقول انا مخلف 4 و10 سنين هل العلاقه في ال10 سنين دي كلهم كانوا ضرب واهانه وهي بتقول عمل وسوى؟ بص المشاكل في البيوت عاميه بقت نسبه 90% مشاكل في البيوت. لا استنى طب انا مش طب بص يا استاذ سعد انت بقى حاولت تثبت لنفسك في الجوازه الثانيه اللي انت استنى بس اسمعني انت انا لسه قلت حاجه انت حاولت تثبت لنفسك في الجوازه الثانيه اللي انت راجل صح الجوازه الاولانيه دي هي اللي كانت غلط فانت عمال ماشي بنمط معين جدا ها واسلوب راقي جدا مع الزوجه الثانيه وبتعمل لها كل حاجه اللي هي عايزاها عشان تثبت للناس كلها اللي انت كنت الصح صح طب ما عملتش كده مع الاولانيه ليه عملت لا ما عملتش لو انت كنت عملت ما استنى بس لا لو كنت عملت كده كنت استمريت في جوازك وكنت ربيت عيالك الاربعه ما كنتش اتجهت للزوجه الثانيه معايا اهو معايا وبربيهم اهو ربنا يبارك لك فيهم يا استاذ سعد هي سابتهم لك مع الثانيه دي هي سابتهم لك يا استاذ سعد هي سابتهم لك سابت لك الاربع اولاد يبقى انت صح مش هي يتربى في عزك يا استاذ يبقى انت صح مش هي يبقى انت صح هي فرطت فيهم شكرا 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 خلي بالك انا قاعد معايا الاولاد دلوقتي حاليا وقاعدين مع مرات ابوهم وعايشين احسن عيشه يبقى انت صح مش هي احسن هو ده مقياس قسما بالله قسما بالله قسما بالله صادق انا ما جيت على حد يعني هي ما تمسكتش بالاولاد لا 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 هي بصي انا ده مقياسي ده السؤال اللي انا عايزه اوصله طالما هي سابت له الاولاد وطالما هي تخلت عن مسؤوليتها وعن فطرتها يبقى من غير يعني من غير استضاح ازيد بعد شكواه الاوليه اللي هو قالها دي خلاص هو الوضع هي برضه يا دكتوره بصت لحاجه معينه هقول لك ممكن عليها اللي هي تقرفه استني ممكن تكون اللي هي تقرفه بالاربع عيال خدهم بقى ولو كنت انت عايز تتجوز يعني هي من جواها حاجه برضه حرب زي الرضيع بتاعته يعني هي خد ابنك ايوه خد ابنك خد ابنك خد ابنك لغايه لما الولد مات بتاعته بس مين بقى هنا اللي شايل المسؤوليه الاستاذ سعد دكتوره كنت محتاج من حضرتك حاجه السؤال اللي انا كنت طرحته على حضرتك لان طبعا كلام شايك مع حضرتك وكده ونصايح حضرتك جميله بس كان يعني اخر سؤال وبعده لحضرتك هل العلاقات الحميمه ليها دور مؤثر في الحياه الزوجيه؟ طبعا ليها دور مؤثر كبير جدا ولازم اعرف الشريك بتاعي رغباته ايه واشباعاته ازاي واكون حريص على ان انا اوصل له العلاقه دي بشكل ممتع وبشكل كامل وبشكل اللي هو عاوزه مش اللي انا عاوزه لان احتياجات الانثى غير احتياجات الرجل اطلع واقرا واسال المختصين واعرف ازاي ارضي الزوجه واسال واعرف ازاي ارضي الرجل واوصل بالعلاقه الحميميه لاقصى مراحل الاشباع علشان ده
بيخلينا بيرتقي بالحالة الجسدية والعقلية، وده طبعا بيأثر على العلاقة الزوجية تأثير هايل جدا وبيعلي منها. مش استاذ بقى بتكره العلاقة، والرجال اللي بتحس ان هو واجب عليها ان هي تقوم بالعلاقة، لا، لازم كل واحد فيهم يكون حابب يعمل ده، وما يخلوش الروتين يكبس على نفسهم ويخليهم يحسوا ده واجب وانا بعمله فرض عليا، وكل واحد بيعمله كده تفضلا للتاني. لا، بترتقي جدا بمستوى العلاقة، ولازم نقرا فيها اكتر، ولازم نلجأ لمختصين اكتر يفهمونا ازاي ده، يعني ده محتاجة لها حلقات دي لوحدها اكيد. طبعا احتاجنا حلقات، وحضرتك طبعا النهارده كان كلام شيق مع حضرتك، وكان في اضحاك كتيره لبعض حاجات وبعض الساده المستمعين، وبشكر حضرتك جدا. انا بس في حاجه عايزه اقولها بالنسبه للاستاذه ايمان اللي هي متصله، اللي بتتكسر كل شويه. الكسر مش كسر في العظم يا ايمان، الكسر بيبقى كسر في النفس، فما تخليش حد يكسر نفسك يا حبيبتي. راعي ربنا في نفسك. لو نفسك اتكسرت مش هتعرفي تعيشي، بس لو انت ايدك اتكسرت ممكن تقدري تعيشي. واحب كمان اقول الف سلامه على ابن اختي عبد الله عشان ايده مكسوره بمناسبه الكسر، وسلم عليه هو وفريده. احنا بنشكر حضرتك جدا، وان شاء الله في حلقات قادمه. بشكرك نجلاء، ميرسي ليك، وانا مبسوطه جدا معاك، والله يخليك. احنا سعدنا بلقائك جدا يا دكتوره، والله ميرسي جدا جدا. انا تشرفت بوجودي معاكم، وان شاء الله في لقاء اخر، ودمتم في رعايه الله. تصبح على خير.